طبعا بعلمكم تطبيق يعطيكم خلفيات يعني اي شيء بدكم اياه. فيب الحين بحط لكم مصباح، هذا هو. تبون اللي تبونه مثلا كذا صور خرز، اطلع لك اللي تبين مثلا هذه هذا عجبتني مثلا هذه، اي واحدة تعجبك هذا هذه، تضغطون على العلامة في هذه اوكي تضغطون عليها، بعد تضغطون على هذه بيت تضغطون عليها تنزيل الصورة، بعدين تقطعونها، بعدين تضغطون على الصور مثل هذه، بعدين تروحون عند الخلفيات وتحطونها. طبعا هذه هي أنا، وتحطون استخدام للشاشة الرئيسية وبس يكون كذا ضبط. بس هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم، بس باي، احبكم.